تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، نرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد، الأستاذ حسني البلاونة، والتنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. نذكر بالتواصل معنا المستمعين الأعزاء باستقبال آرائكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم مستمعين الأعزاء بأن أول فقرة من فقرات برنامجنا هو فقرة السوشيال ميديا، ومع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. اختي اسماء، صبحك الله بالخير والنور والعافيه. صبحكم الله بالنور والسرور اخوي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين اذاعه نور دبي. يا مرحبا بك اختي اسماء، وصباح النور والسعاده والتفاؤل. ناخذ شوي جوله في قنوات التواصل الاجتماعي والاشياء التي تم وضعها في هيئه الصحه. من ضمن الاشياء كان اصابه امس اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وكان هناك نصائح جدا مهمه عن التدخين وأيضا كوفيد. فبعض النصائح الصحية الإيجابية، كيف واحد ممكن يعني الآثار الصحية الإيجابية ممكن حتى تطلع الإنسان عند الانقطاع عن التدخين، ويعرف أن هاي آثار إيجابية لأنه خلاص يعني أن السموم هاي بدأت شوي تطلع من الجسم. هالأشياء التفاصيل كذا كنا حاطينها أمس في قنوات التواصل الاجتماعي. وأيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها الأسئلة والأجوبة عن مدة العزل الصحي في المؤسسات للمصابين بفيروس كورونا المستجد، في مجموعة من الأسئلة والأجوبة اللي كانت أصلا يعني سألونا إياها الجمهور، وتم وضع كل التفاصيل والأجوبة عليها في هذه النشرة. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة وهو خبر تم يعني نشره من قبل المكتب الإعلامي، وهو بالتوازي مع توفير الرعاية الصحية للمصابين بكوفيد 19 هيئة الصحة تتوسع في استقبال المراجعين لمستشفياتها وعياداتها الخارجية. فيعني ممكن أشخاص اللي عندهم مواعيدهم ممكن أن يتواصلون أيضا مع الهيئة. غير هاي نحن عندنا نصيحة يعني نقولها، عدم الالتزام يعني عدم حرصك. صح الأمور كلها تبطلت، نحن نقدر نطلع، لكن هذا لا يعني أن أنا ما أتبع الإجراءات الوقائية. لبس الكمام جدا مهم، يعني خروج من المنزل هو الاهتمام بأخذ تدابير غسل اليدين، يعني ما نهمل غسل اليدين، خصوصا دام نحن موجودين حين بدواماتنا نطلع وني غسل اليدين جدا مهم. والأهم أن ما نلمس ثلاث أشياء، العين والفم والفم الأنف والفم، إلا بعد غسل اليدين لمدة 20 ثانية. هاي من ضمن النصائح اللي كان موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن نتمنى من الجميع أيضا أن يقدرون يستخدمون الخدمات الذكية، وما خدمات الذكية تكون موجودة دائما إن شاء الله وأبدا، أن كل يقدر يستفيد من خدماتنا. وتبقى النصائح المهمة أن كبار المواطنين والأطفال لازم فعلا نهتم فيهم، بالأخص كبار المواطنين لأن هم أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا المستجد. وما نصير عند هالين إلا ونحن غاسين إيدنا ومبدلين وياسين معاهم. ونتمناكم الصحة والسعادة، ودمتم بصحة وسعادة إن شاء الله. دمتي بصحة وسعادة أستاذة أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك.
مستمعينا الأعزاء، نذكركم بالمبادرات والخدمات المميزة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، خدمة طبيب لك المواطن، وخدمة الواتساب، وخدمة أيضا دوائي، وأيضا مبادرة التبرع بالدم تحت عنوان قطرة دم تنقذ حياة إنسان. وجميع الخدمات هاي مستمعينا الأعزاء يمكنكم التواصل على الرقم 80342 والاستفسار والاستفادة من جميع الخدمات. مستمعين الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن السمنة لدى الأطفال مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. بنعرف كثير من النقاط حول هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي. نذكركم مستمعين الأعزاء بالتواصل معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، وناخذ معاكم الخبر هذا من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن البدانة تضاعف خطر الإصابة بالسكري 5 مرات. حذرت نتائج دراسة جديدة من الزيادة المفرطة في الوزن إلى حد البدانة لأنها تضاعف خطر الإصابة بالسكري 5 مرات مقارنة بمن لديهم وزن صحي ومثالي. ورصدت أيضا الدراسة تضاعف الخطر إلى 8 مرات إذا اجتمع لدى الإنسان عاملان البدانة والجينات الوراثية. وبحسب الدراسة أيضا التي نشرتها دورية دبلومات، بيزيد خطر الإصابة بالسكري نتيجة اتباع نمط صحي غير أو نمط حياة غير صحي بنسبة 18%، بينما يتضاعف الخطر بنسبة الجينات الوراثية أيضا. وتشير أيضا إلى إحصاءات عام 2019 إلى ارتفاع عدد المصابين بالسكري حول العالم إلى 463 مليون شخص، ويقدر عدد المصابين الذين لم يتم تشخيص الحالة لديهم بحوالي 232 مليون إنسان. وأيضا يتوقع ارتفاع عدد المصابين إلى 700 مليون إنسان في عام 2045. وحثت توصيات الدراسة أيضا من لديهم زيادة في الوزن أو بدانة بالحد من كمية النشويات التي يتناولونها وعدم الإفراط في تناول الدهون. مستمعينا الأعزاء، معنا في حول الموضوع وأخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي عن السمنة لدى الأطفال الأستاذة مي بن ثاني. صبحت الله بالخير والنور والعافية. أهلين، صباح النور. يا صباح النور أستاذة مي، نسمع منك أكثر عن السمنة لدى الأطفال. إن شاء الله بنتكلم اليوم عن مشكلة السمنة لدى الأطفال. طبعا مثل ما ذكرت أن السمنة هي أحد أبرز المشاكل الصحية الأكثر انتشارا بين الأطفال، واللي ممكن تؤدي إلى مشاكل صحية في المستقبل مثل أمراض السكر والضغط وغيرها. طبعا هناك عدة أسباب لزيادة نسبة البدانة أو السمنة عند الأطفال، منها الأسباب الوراثية، ومنها أيضا سلوكيات خاطئة يمارسونها الأطفال، أهمها اللي هي العادات الغذائية الخاطئة. مثال على ذلك أكل كميات كبيرة من الأطعمة، حتى لو كانت هالأطعمة محضرة في البيت بس الكميات تكون أكثر عن احتياجات الطفل. وأيضا تناول وجبات سريعة كميات كبيرة، وتناول كميات كبيرة من الحلويات والمشروبات الغازية. ومن السلوكيات الثانية الخاطئة اللي هي قلة الحركة، ومن أحد أهم أسبابها اللي هي زيادة عدد ساعات الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية مثل التلفزيون والأيباد والألعاب الإلكترونية، وعدم ممارسة النشاط البدني. طبعا هناك عدة نقاط ممكن على الأهالي اتباعها للتقليل من هذه السلوكيات أو تحسينها لتفادي هاي المشكلة أو التقليل منها. أول وأهم نقطة اللي هي بتوفير وجبات صحية متوازنة للأطفال، يعني الأم تحضر وجبات صحية تكون الأم محددة فيها الكمية المسموحة للطفل اللي يعني ياخذها على حسب احتياجاته، صحيح، أو على حسب السعرات الحرارية اللي يحتاجها الطفل.
وإشراك الطفل في اختيار هالأصناف. يعني نسأل الطفل شو الأشياء اللي يحبها ممكن نقدمها، بذلك يعني بيحس الطفل إنه يعني إنه إحنا مو فارضين عليه هالحمية الغذائية، صحيح، إنه يكون عنده اختيارات. والأفضل إنه يكون هالنمط سائد على جميع أفراد الأسرة، يعني مو بس الطفل اللي يعاني من السمنة يكون عنده نظام غذائي، لا، يكون هالنظام لجميع أفراد الأسرة. صحيح، ولازم أيضا يعني أختي أن يعني هناك يكون نوع من الترغيب مثلا للطفل عن طريق يعني أشياء كثيرة، أن يترغب الطفل بأن يتناول هاي الأطعمة الصحية. ومثل ما ذكرت أنت نقطة مهمة أختي مي، بأن لابد أن ما يكون هناك مثلا برنامج خاص للطفل. الطفل متى ما حس بأن هذا الشيء خاص له يمكن ما يرغب فيه، ولكن إذا كان هي نعم، بس إذا كان يعني مع الأسرة على نفس السفرة مثلا على نفس الطريقة، ممكن أنه يتقبله بين إخوانه مثلا أكثر من أنه يكون يعني مثلا هذا الشيء خاص له. فأيضا في هذا الجانب يمكن دور الأم حيوي كثير، بأن كيف تشوف يعني المهارات والتقنيات والأساليب أن ترغب الطفل بحيث أنه دائما يتعود على نمط غذائي صحي. صحيح، نعم. وثاني نقطة اللي هي التقليل من الوجبات السريعة إن أمكن، وإذا تعذر ذلك بسبب ظروف مثلا عمل الأم أو اختلاف الأوقات، ممكن التحكم بالوجبة المقدمة بالطفل بحيث يتم استبدال الخيارات بخيارات صحية أكثر. مثال على ذلك، في بعض المطاعم ممكن إحنا نستبدل مثلا المشروب الغازي بالماء أو بالعصائر، نعم، وممكن نستبدل اي شيء ثاني مثلا بالفواكه. فانا الحين عندي يعني عندي الخيار اني استبدل هالخيارات بخيارات صحيه اكثر. وايضا متوفره يعني اختي مي، متوفره الخيارات اللي ذكرتيها، وبالاخص في المطاعم يعني الوجبات السريعه موجوده، يعني عصير التفاح موجود، البرتقال موجود، فممكن يعني هي في النهايه اصبحت يعني حرص متوفر منها الشخص. يعني ما احرم الطفل، نعم، انه ما يكون محرم من هالوجبه السريعه، واعطيه الخيار الصحي له. بالضبط، نعم. مو معناته اني مثلا يعني مثال على ذلك مثلا اني امنعه مثلا من ياخذ مثلا الفرنش فرايز اذا هو حاب، انه ممكن اني انا اتحكم بالكميه، مثلا بدل ياخذ العلبه الكامله ممكن اعطيه نص. صحيح. يعني انا ما اكون حرمت منه من هذا الصنف اللي هو يحبه. نعم، واليوم ايضا يعني في المطاعم اللي تقدم الوجبات السريعه اختي مي، موجوده هناك خيارات صحيه، يعني ممكن اني انا ما احرم الطفل بان اذا يعني في خاطره ياخذ وجبه ماكدونالد ولا اي مكان من الوجبات السريعه. في عصير البرتقال مثل ما ذكرتي، في ايضا السلطات موجوده، في بعض الوجبات اللي هي ممكن جريلد، يعني تنشوي بدون ما ان تنقلي في الدهون. في النهايه يعني هي ثقافه، لابد ان يعني الشخص اللي ياخذ الطفل لهالاماكن يعرف انه كيف يختار الوجبه الصحيه حق الطفل. وممكن اني افهم الطفل، يعني الطفل اذا هو في عمر انه ممكن يستوعب هالفكره، اني افهمه انه يعني شو فائده الاكل الصحي، اذا انت اخذته شو بتكون فائدته عليك، اذا اخذت الاكل الغير صحي شو مشاكله الصحيه. انه صحيح. عشان الطفل في النهايه تكون عنده هو ثقافه، احنا نبني ثقافه حق الطفل في المستقبل. صحيح، نعم. وبعد في من النقاط المهمه ان احنا ما نوفر الحلويات والمشروبات الغازيه داخل البيت. يعني انا ما اجيبها من البيت واحطها قدام الطفل واقول له لا تاخذ، لا، لازم صحيح. اقلل من هالكميات اللي هي تدخل البيت، وممكن استبدلها بخيارات صحيه. مثلا ممكن اذا هم مثلا يحبون الشيبس، ممكن اني انا استبدل الشيبس مثلا بالبوب كورن، لان البوب كورن خيار صحي، صحيح، يعني بديل عن الشيبس. ممكن اذا الطفل يحب نوع من انواع الحلويات، ممكن الام تحضرها في البيت بطرق صحيه، يعني تقلل مثلا من كمية الدهون، تقلل من كمية السكر، منها ما حرمت الطفل، ومنها قدمت له بس بطريقة صحية أكثر. صحيح. أو نقطة أخيرة واللي هي أهم نقطة، تقليل عدد ساعات الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية. يعني لازم الأم تحدد لها أوقات أن الطفل يجلس قدام الجهاز الإلكتروني، أعطيه مثلا ساعتين في اليوم، ساعة في اليوم. وممكن بما أن الحين الصيف جاي وأغلب أغلب أوقات الأطفال في البيت، ممكن نوفر لهم الأنشطة المائية في البيت. صحيح. منها نزيد حركة الطفل، وبالتالي يستمتع بأجواء الصيف بما أنهم موجودين في البيت. نعم، هي طبعا دائما اختي مي من الأسباب اللي ممكن يعني الطفل
يحصل عنده السمنة أو البدانة اللي مثل ما ذكرتي، البدانة. يعني الجلوس لفترات طويلة سواء بالضبط. أمام التلفاز أو الأجهزة الذكية الجميل. أو التلفون. وبالأخص يعني نحن دائما نذكر وننصح الأمهات أو الآباء أيضا بعدم يعني إعطاء الأطفال فرصة للسهر، لأن يعني السهر لفترات طويلة ويعني استخدامهم أو لجوءهم لأكل الأكلات اللي فيها نسبة دهون عالية ونسبة عالية. سكريات عالية، أيضا هاي سلوكيات يعني غير صحية، يعني سلوكيات غير صحية في الطعام، وأيضا عدم أخذهم الفترات الصحيحة بالنسبة للنوم. ونحن اليوم دائما نذكر بأن الطفل لابد أنه يأخذ قسط يعني كافي من كافي النوم، للنوم ولازم يكون لأنه أيضا ممكن له تأثير في السمنة. يعني إذا الـ يعني قلت ساعات النوم للطفل ممكن لها يعني تدخل في أسباب السمنة. صحيح، وأيضا يعني تدخل في سلوكيات خاطئة ممكن تأثر عليه، لأن اليوم الطفل موجود في البيت وعنده برنامج الدراسة عن بعد، فلا بد أنه يكون يعني يكون يرقد في أحسن. وقت مناسب، لازم يأكل أكلات أنه يعني تساعده في التركيز وتساعد أنه جسمه يكون صحي. فكل هالأشياء مفروض أن تكون يعني سلوكيات، وتكون أيضا يعني ثقافة موجودة في البيت، وبالأخص يعني اهتمام الأم والأب في هذا الجانب مهم. وانتم دائما يعني جزاكم الله خير تذكرون هاي الجوانب، بان لابد ان الطفل يعني يتعلم ويتثقف، وبروحه لابد ان ايضا تكون عنده هاي الثقافة توعية. بالنسبة للتوعية في الجانب الصحي والجانب الرياضي واستخدام وجبات صحية، بحيث انه يكون ايضا هو عنده يعني صحة عامة جيدة والجهاز المناعي عنده قوي، بحيث قوي. انه ايضا تكون صحته بشكل عام صحة جيدة. نعم في النهاية بس حبيت أذكر الأهالي، إذا الأم أو الأب لاحظ أي تغير في وزن الطفل، خاصة في هالفترة اللي الأطفال اللي هم موجودين أغلب الوقت في البيت، ممكن يراجعون عيادات التغذية. عيادات التغذية موجودة في في المستشفيات الرئيسية في دبي، وأيضا موجودة في المراكز الصحية الأولية. طبعا لأخذ المواعيد ممكن الأهالي يتصلون على مركز الاتصال بهيئة الصحة في دبي عشان يعرفون أوقات العيادات وأماكنها. نعم أستاذة مي بن ثاني، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. العفو. شكرا مستمعينا الأعزاء، بنطلع فاصل، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله بيكون معنا الدكتور سهيل عبد الله الركن، استشاري طب الأعصاب والجلطة الدماغية في مستشفى راشد، وحوارنا معه بيكون عن صحة دبي، تجري دراسة تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط حول الجلطة الدماغية لمرضى كورونا، وهناك مواضيع أكثر إن شاء الله بنعرفها، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي. ونذكركم أيضا مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا على 6005514114، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا مستمعين الأعزاء، أنهت هيئة الصحة بدبي مؤخرا دراسة سريرية حول الجلطة الدماغية الحادة للمرضى المصابين بفيروس كورونا كأول دراسة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. وأيضا مستمعين الأعزاء للحديث عن هذه الدراسة وتفاصيلها، يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور سهيل عبد الله الركن، استشاري طب الأعصاب والجلطة الدماغية في مستشفى راشد. صبحك الله بالخير دكتور سهيل. صباح الخير والسرور أخي عبد الله. الله يحييك دكتور، نحن طبعا يعني نبارك لك هاي الدراسة، وتعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط الجلطة الدماغية لمرضى كورونا. حابين الدكتور ناخذ فكرة عامة عن الدراسة، ومتى بدأتم بها؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصبح على جميع المستمعين. هذه الدراسة حقيقة حسب اللي ما متعارف عليه أن الكوفيد أو الكورونا بدأ في آخر 2019 في ديسمبر
في الصين وبدأ الانتشار منه. بدأنا نشوف أول الحالات أن في منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات في شهر 2 أو وسط شهر 2، فكانت أغلبية الدراسات مركزة على التهاب الصدر والرئة وضيق التنفس لدى المرضى المصابين بالكوفيد. وكان الحديث جدا قليل عن أن هل هنالك أي أعراض ثانية أو مشاكل في أعضاء ثانية في جسم الإنسان ممكن أن هذا الفيروس يسبب الالتهاب لها. بدأت بعض المعلومات تطلع أو الأبحاث نسميها كيس سيريز تذكر في المجلات العلمية في أواخر شهر 2 بدايات شهر 3، فكان في أول دراسة عملت على عدد بسيط من المرضى طلعت من مدينة ووهان في الصين، كانت في أواخر شهر 2، فقالوا أن ممكن أن هذا الفيروس أيضا غير التهابات الصدر والرئة وضيق التنفس يسبب مشاكل في الأعصاب خاصة الجلطة الدماغية. فبدينا إحنا طوالي في هيئة الصحة في مستشفى راشد وضع البروتوكولات للتنبه لهذا الأمر، إن هل هذا أيضا موجود عندنا إحنا، خاصة إحنا في بدايات انتشار الوباء كانت هذه الفترة مع جميع الاحتياطات اللازمة. فكانت الدراسة على مدى شهرين اللي هو شهر مارس وإبريل أو من بداية من أواسط مارس ممكن نقول إلى أواسط مايو 8 أسابيع، لاحظنا جميع المرضى اللي تم إدخالهم بمرض الجلطة الدماغية إلى مستشفيات هيئة الصحة، ودخلنا ويانا أيضا مستشفيين من القطاع الخاص بما أن مدينة دبي القطاع الخاص الصحي فيها نشط في هذا المجال، فكانوا ويانا مستشفيين ثانيات، فاستطعنا خلال هذه الفترة تشخيص 22 مريض جلطة دماغية كانوا مصابين بمرض الكورونا والكوفيد 19. وكانت في بعض ملاحظات على هاي نوعية المرضى وكيفية إصابتهم بالجلطة الدماغية. صحيح. طبعا دكتور يعني هاي الدراسة أيضا أكيد يعني ساعدتكم في موضوع يعني وضع البرامج العلاجية لهؤلاء الناس أو المرضى إذا كان هناك بعض المؤشرات يعني أو بعض المعطيات لكم أنتم كأطباء، إذا كانت مثلا بداية أعراض بالنسبة للجلطة الدماغية أكيد يعني الدراسة هاي ساعدت لوضع الخطط العلاجية لهؤلاء المرضى. صحيح أستاذ عبد الله، يعني من الأشياء اللي لاحظناها في هذه الدراسة على 22 مريض هذيلة أن 22 مريض يو بجلطات نسميها large vessel occlusion اللي هي انسدادات شرايين رئيسية في الدماغ، هاي ما كانت شعيرات أو الشرايين الصغيرة وإنما الشريان المغذي الرئيسي للدماغ يتم الانسداد فيه، فكانت غريبة بالنسبة لنا وكتبناها احنا في البحث هذا ان 100% 22 مريض اللي مصابين بالكوفيد يو بهذه النوعية من الجلطات اللي هي تصير للناس ثانين ولكن ما تصير ان كل المرضى ييم، يعني مرضى السكر او اضطرابات القلب او اللي عنده ضغط او عنده مشاكل صحيه او مناعيه ثانيه، فكانت هاي واحده من الملاحظات الرئيسيه، فهذه عدلنا في بعض البروتوكولات اللي احنا نستخدمها بكيفيه التدخل مع هؤلاء المرضى. من الاشياء اللي لاحظناها ايضا ان 20 مريض من 22، يعني نتكلم عن 80% تقريبا او اكثر، كانت اعمارهم تحت 55 سنه، اصغر واحد كان 29 سنه واكبر واحد في هذه المجموعة كان 55 سنة، فكانت أيضا في صغار العمر والشباب. لاحظنا أيضا أن نوعية الجلطة كانت إذا قلنا جلطة خفيفة متوسطة النوع القوي كانت من النوع القوي أيضا في هذه المرضى، فهذا زاد الوعي لدينا ولدى الأطباء المعالجين أن الانتباه لهذه النوعية من المرضى والتدخل السريع في هذا المجال. نعم دكتور، لو نتحدث عن يعني الدراسة أكيد يعني شملت مجموعة من المرضى، عدد المرضى اللي شملتهم الدراسة وما هي الفئة العمرية أيضا؟ ذكرت أنا قبل قليل كانوا الدراسة كانت على جميع المرضى اللي هو خلال 8 أسابيع بالجلطة الدماغية مع الكوفيد، فكان العدد 22 مريض،
طبعا مقارنة بأعداد المصابين يعني بمراحل أو اللي هو الكوفيد 19، يعتبر عدد قليل جدا، ولكن حصول 22 مريض على الجلطة الدماغية مع الكوفيد هذا كان شوية يعتبر أكبر رقم في دراسة على مستوى المنطقة. ما في أي دراسة عملت إلى الآن تم نشرها، احنا اول دراسة وتعتبر رابع دراسة على مستوى العالم في هذا المجال. الحمد لله عدد اجمالي المرضى 22 اعمارهم كما ذكرت ان 80% منهم او 85% 22 سنة الى 55 سنة. تم خلال هذه المرحلة استخدام احدث التقنيات في علاج الجلطات الدماغية، مثل مذيبات الجلطة الدماغية اللي ممكن نستخدمها في اول 4 ساعات ونص من وصول المرضى، مع استخدام القسطرة الدماغية اللي احنا نسميها ترمبكتومي مع عدد من المرضى هذيلة، الإسعاف دبي ساعدنا حقيقة جدا في إحضار هؤلاء المرضى في أسرع وقت، مع العلم ان احنا لاحظنا تأخر أغلبية مرضى الجلطة الدماغية في الوضع الحالي، كل أحد كان لديه تردد انه يروح للمستشفيات يتأخر بسبب الخوف المحيط اللي كان في فترة شهر 3 و4. الآن عدينا هذه المرحلة الحمد لله، والمؤسسات والقطاعات المختلفة في الإمارة والدولة فتحت الحمد لله، وإنما خلال احنا نتكلم عن شهر 3 و4 كان في هذا الخوف اللي لدى الناس، فكانوا يجونا متأخرين عادة المصابين بالجلطة الدماغية بالكوفيد. صحيح. طبعا دكتور، يعني في مستشفى راشد بدبي هناك يعني مركز او عيادة تحت ادارتكم الكريمة اللي هي خاصة بال يعني الجلطات الدماغية، لو تحدثنا دكتور عن الفريق البحث القائم على هاي الدراسة وكيف كانت الفترة الزمنية التي استغرقتها الدراسة. نعم، احنا لدينا الحمد لله في هيئة الصحة في إمارة دبي المركز الجلطة الدماغية اللي هو 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 24/7 على مستوى الساعة شغال، يخدم جميع المرضى بالتعاون مع إسعاف دبي، يكون في طبيب أعصاب مناوب لاستقبال هؤلاء المرضى في أول ما يوصلون للطوارئ. طبعا احنا يتم إعلامنا قبل وصول المريض إلى مستشفى راشد بوجود مشتبه به بجلطة دماغية، هذا نتكلم عن البروتوكول العام. نعم. قبل وصوله، فإذا لا قدر الله المريض كان في منطقة ألف وباء في الإمارة وهو في الطريق، يتم إعلام الطاقم الطبي الفريق المعالج إن احنا يبي لكم واحد في هذا، فهذا يسرع التدخل، فيكون الفريق ينتظر في منطقة المعاينة والطوارئ، يتم أخذ طوالي إلى قسم الأشعة، ومن هناك طوالي يبتدي الخطة العلاجية السريعة لهذا المريض. طبعا احنا خططنا البروتوكول للمريض بعد المعاينة مباشرة في أقل من 5 دقائق تنعمل الأشعة الدماغية زايد الأشعة الملونة للشرايين الدماغ من منتصف الصدر عند منطقة الشريان الأورطي إلى الدماغ، فيتم معاينة جميع شرايين الدماغ، الرأس، شرايين الوسطى في الدماغ، ويتم التدخل المباشر بمذيب الجلطات إذا كان المريض خلال الفترة الزمنية صحيحة، أو نبتدي طوالي معاه القسطرة الدماغية في وحدة القسطرة الدماغية اللي تعتبر أحدث وحدة عندنا في على مستوى الدولة، أيضا تعمل 24 ساعة سنويا، يتم خدمة أكثر من 1000 مريض بالجلطة الدماغية فقط في مستشفى راشد. نعم. مع عمل أكثر من 150 استخدام مذيب للجلطة الدماغية أو القسطرة الدماغية. صحيح دكتور سهيل، أنت ذكرت النقطة الحقيقة كثير مهمة وحيوية اللي هي يعني وجود طبيب مختص مع المريض أثناء وصوله إلى مستشفى راشد. طبعا هذا يعني يتم هناك تواصل مستمر بين الطبيب اللي موجود مع المريض في سيارات الإسعاف والطاقم الطبي اللي ينتظر المريض يعني وقت وصوله إلى مستشفى راشد. طبعا هناك يتم كثير من الإجراءات اللي يعني
استقبال المريض إلى مستشفى راشد عن طريق الطبيب اللي موجود سيارات الإسعاف، لو تحدثنا عن الجانب المميز الحقيقي هذا اللي يتم من خلاله يعني حلقة وصل بين الطبيب اللي موجود سيارات الإسعاف والطاقم الطبي اللي عندكم في مستشفى راشد لي يعني استقبال المريض هذا. طبعا هناك كثير من الإجراءات أكيد يتم دكتور يعني عملها أثناء يعني وصول المريض إلى المستشفى. صحيح، شكرا على السؤال أخي الكريم. فقط للعلم، وجود بنية تحتية في إمارة دبي عموما في دولة الإمارات عموما في دولة الإمارات في إمارة دبي من الخدمة الاتصالات اللي موجودة وسرعتها هذه كلها ساعدتنا على نقل المستشفى إذا ممكن أقول أو غرفة الطوارئ من مبنى المستشفى من طوارئ مستشفى راشد إلى باب المريض، باب شقة المريض، بيت المريض، فيلة المريض. فمسعفين العاملين في إسعاف دبي كلهم لحوالي عدد قريب 300 مسعف يتلقون دورة من يومين سنويا في آخر 7 سنوات من قبل فريق الجلطة الدماغية في مستشفى راشد هيئة الصحة لتعليمهم في أعراض الجلطة الدماغية، كيف يتعاملون مع مريض الجلطة الدماغية، شو الأسئلة اللي لازم يسألونها، أخذهم المريض لأي مستشفى صحيح لأن في مستشفيات لديها الإمكانيات كاملة 24 ساعة 7، وفي مستشفيات لا مثل هي متخصصة في القلب أو في العظام. فهذا كله يتم خلال دقائق أخي الكريم. فأول ما يتم في بروتوكول يستخدمونه المسعفين لمعاينة المريض، فأول ما يكون واضح لديهم أن هذه جلطة حادة، في ضعف، في مشكلة في الكلام، المريض ما يقدر يبتسم طبيعي أو ما يقدر يمشي طبيعي، يسألون عدة أسئلة ويتم إبلاغ المستشفى المختص، خلنا نقول في هذه الوضعية مستشفى راشد الطوارئ، أن لدينا شخص كذا كذا أعراضه، إحنا في الطريق يبان نوصل خلال 10 دقائق ربع ساعة. طوارئ يتم إعلام الفريق المختص اللي ينتظر المريض عند مواقف الإسعاف. نعم. إنه يستقبل المريض هناك وطوارئ على الأشعة المقطعية وعمل اللازم. هذا كله لاحظنا في دراسة يوم بدينا هذا المشروع في 2012-2013 قصر المسافة إلى أكثر من 90% في تأخر المريض لاستلام العلاج. حسبنا أيضا عدد الناس اللي يلمسون المريض أو يقدمون خدمة للمريض خلال أول 60 دقيقة أستاذ عبد الله من وصوله إلى الطوارئ. كم تتوقع كم شخص يلمس هذا المريض يعمل له اختبار أو تشخيص أو سحب دم أو أشعة أو إعطاء دواء أو علاج؟ تتخيل كم خلال 60 دقيقة كم من شخص يلمس هذا الإنسان أو هذا المريض؟ صحيح. أنا أسألك كم تتوقع؟ 60 دقيقة وصل الطوارئ أكثر من 20 شخص. ما شاء الله. نعم. يوم حكومة دبي قال الطبيب لكل مواطن. نعم. هذا احنا في هيئة الصحة المريض وصل يشوفه المسعف اللي ينقل طوارئ الى طبعا غير المسعفين اللي تابعين للأمبولانس او اسعاف دبي، المسعف، طبيب الطوارئ، طبيب الاعصاب، اخصائي الدم اللي بيسحب الدم، فني الاشعة، طبيب الاشعة، الدواء اللي بيجيبه من الصيدلية، كان 20 شخص يقدم الخدمة خلال 60 دقيقة. نعم. لهذا الإنسان. فالحمد لله على النعمة يعني. صح. طبعا دكتور يعني ما شاء الله مستشفى راشد وهيئة الصحة بدبي هناك الكثير من الخدمات المميزة اللي يميز الخدمات اللي يقدمها أو تقدمها هيئة الصحة بدبي. وأيضا دكتور لو نتحدث عن البرامج الذكية اللي تستخدمونها أنتم طبعا دائما في مستشفى راشد وبالأخص في مركز الجلطة الدماغية لديكم هناك طبعا الكثير من البرامج الذكية تستخدمونها والتطبيقات الذكية اللي من خلالها تفضلت أنت اللي تساعد في تشخيص وتساعد أيضا في تقليل الإجراءات بحيث أنه يعني يتم أخذ المريض في الوقت المناسب لعلاجه في الوقت المناسب. صحيح. تم إدخال في أواخر سنة 2018 بدايات 2016 أحدث برنامج في الارتفيشال انتليجنت او الذكاء الاصطناعي لتشخيص مرضى الجلطه الدماغيه، البرنامج اسمه رابيد. هذا البرنامج اخي الكريم يتم ادخال الاشعه المقطعيه والملونه بعد عملها مباشره الى هذا البرنامج
سابقا كان طبيب الأشعة يأخذ حوالي بين 30 إلى 45 دقيقة لقراءة جميع الأشعة اللي هي ثلاث أنواع من الأشعة تنعمل. هذه الأشعة، الأشعة المقطعية، الأشعة الملونة، والأشعة اللي نسميها البيرفيوجن للدماغ. هذه تأخذ قريب 30 إلى 45 دقيقة لإعطاء الريبورت. باستخدام هذا البرنامج اللي تم تطويره طبعا في شركات خاصة خلال دقيقتين، فنزلنا الوقت من 45 دقيقة إلى دقيقتين لإعطاء الريبورت كامل يوصل للطبيب المعالج لاتخاذ القرار الصحيح. يعتبر هذا البرنامج من أحدث البرامج على مستوى العالم، في مراكز معدودة على مستوى المنطقة اللي تستخدم هذا البرنامج، والحمد لله دعم هيئة الصحة في هذا المجال استطعنا أن نجيب هذا البرنامج وأن نبتدي لاستخدامه ولتقديم أفضل الخدمات لمرضى الجلطات الدماغية وتوفير الوقت لتقليل الإعاقة أو جلوس المريض في المستشفى. نعم دكتور سهيل، لو نتحدث أو نرجع نتكلم عن الدراسة، هل سيتم نشر هذه الدراسة في المجلات الطبية عالميا، وأيضا النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة؟ الدراسة طبعا بعثناها الآن، هي في البروسيس اوف ريفيو بروسيس في الجيرنال اسمها ستروك جيرنال. هذه تعتبر المجلة رقم واحد على مستوى العالم، تصدرها الجمعية الأمريكية للجلطة الدماغية. الامباكت فاكتور مالها 6، فهي يعني تعتبر من أرقى المجلات على مستوى العالم. نطمح أن يتم نشرها في هذه المجلة. إلى الآن بعد ما وصلنا الرد فنشوف في البروسس ونتمنى أن تنشر. رقم 2، أهم التوصيات اللي ذكرناها في الدراسة، تعديل وتحسين البروتوكولات لمرضى الجلطات الدماغية خلال جائحة كوفيد، لأنها من الأشياء اللي وصلناها. رقم 2، وضحنا أن نوعية الجلطات في مرضى كوفيد تكون من النوعيات الشديدة، فالبروتوكول يوصي بالتدخل السريع لمثل هؤلاء المرضى. رقم 3، تم التنبيه أن في خلل يكون في تجلطات الدم لدى مرضى الكوفيد خلال فترة إصابتهم بهذا المرض، فهذه الدراسة أثبتت هذا من خلال بعض التحاليل الدم اللي سويناها وافقناها في هذه الدراسة. إذا بذكر شيء أخي عبد الله، بما أن أنا أيضا في لجنة الصحة، ماسك في لجنة الصحة أو رئيس لجنة أخلاقيات البحث الطبي والأبحاث في هيئة الصحة، لدينا الحمد لله أكثر من 50 بحث على مستوى الإمارة بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص، أيضا مع الجهات الثانية في دولة الإمارات يقوم بها موظفي وأطباء هيئة الصحة. أحدث الدراسات اللي مش إحنا الوحيدين في الجلطة الدماغية اللي نسويها، أيضا عندنا في أقسام الصدرية والعناية المركزة والتخدير والأطفال ومرضى السكر والسرطان والكلى، كلهم شغالين على هذا المجال. أنا أذكر أكثر من 50 بحث خلال الشهرين الماضيين تم اعتمادهم، والأطباء والباحثين في هيئة الصحة من أطباء وتمريض وأخصائيين قائمين على هذه الإنجازات. حقيقة نفخر بأن عندنا مثل هذه الكوادر في هيئة الصحة، وهذا الرقم الكبير اللي شغالين عليه أخي الكريم. نعم دكتور، أكيد طبعا دكتور، يعني دائما البحوث والدراسات هاي لها يعني منفعة على المؤسسات الصحية، وأيضا يعني فائدتها طبعا للمرضى ومراجعين هيئة الصحة بدبي. دكتور طبعا أكيد نحن خلال الفترة هاي ما زلنا نستقبل، أو هيئة الصحة تستقبل، أو عياداتكم في مستشفى راشد، المرضى المصابين بفيروس كورونا. لو نتكلم دكتور عن البروتوكولات التعامل مع مرضى الجلطات الدماغية في مستشفيات الهيئة مع طبعا ظل جائحة كورونا. سؤال جميل جدا. من اليوم الأول، يوم منظمة الصحة العالمية أقرت أن هذه جائحة، وإحنا نتكلم عن أواسط أو أواخر شهر فبراير، هيئة الصحة شكلت فريق على مستوى إمارة دبي للتعامل مع هذه الجائحة برئاسة أطباء في مجال الأمراض المعدية والpublic health أو الرعاية الصحية العامة للتعامل مع هذه الجائحة. تم وضع
أفضل البروتوكولات. طبعا أنت تتكلم عن شيء أخي الكريم جديد على مستوى العالم، صحيح، ما حد عارف أن الأدوية بعدها مش متوفرة. فكانت والله كما أذكر يعني بشكل يومي تجديد البروتوكولات. الأطباء المختصين في هذا المجال من هيئة الصحة كانوا بشكل مستمر 24 ساعة يتابعون أحدث الأخبار، أحدث النشرات الطبية، أحدث الأبحاث في هذا المجال، ويتم تقييم جميع البروتوكولات المستخدمة على مستوى الإمارة أو حتى على مستوى الدولة في هذا المجال. فتم شكل ما قلنا أن في شهر 3 هذه البروتوكولات كلها كانت موزعة، الأطباء والكوادر الطبية مهيئة للتعامل مع هذا الأمر، مما ساعد على أن ما نوصل لمراحل وصلت دول ثانية في الغرب، لأن البرامج كانت جاهزة والأطباء كانوا جاهزين والبروتوكولات والدعم أيضا كان موجود من قبل الجهات العليا في هذا المجال. فالحمد لله على كل حال يعني، وبعدنا احنا ما خلصنا يعني، فنتمنى أن الأمور تتم في أفضل حال إن شاء الله. دكتور سهيل عبد الله الركن استشاري طب الأعصاب والجلطة الدماغية في مستشفى راشد، حديثنا شيق معاك وشكرا لمعلوماتك الجميلة ويعطيكم ألف عافية، وكل الشكر والتقدير لك دكتور سهيل. تحياتي أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن حلقتنا قدمت لكم إن شاء الله المعلومات المفيدة. وهذا هو نهج مستمعين الأعزاء هيئة الصحة بدبي بإيجاد مجتمع صحي وسعيد. وأذكركم أيضا بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية هو واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها. مستمعين الأعزاء، أحب أني أشكر فريق العمل معايا اليوم في التنسيق والمتابعة نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما نمر محمد، وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.